نعم صباح الخير عبد الإله سارة. نعم ثروة منطقة جازان هي أبنائها. جازان غنية بأبنائها وبأرضها، أرضها الخصبة. تتميز منطقة جازان ببيئات مختلفة، منها الجبلية كمحافظة القطاع الجبلي، كمحافظة العارضة وفيفا والداير والعيدابي وهروب ومحافظة الريف. هذه المحافظات الجبلية لها بيئات مختلفة وأيضا لها زراعات مختلفة. أيضا هناك البيئة التهامية وهي أيضا بيئة مختلفة، تمتد من شمالا من الدرب إلى الطوال. هذه البيئة أيضا تمتاز بمحاصيل وبزراعات مختلفة. أيضا هناك السواحل اللي تمتاز أيضا بطبيعتها الجميلة والبكر، اللي تشهد أيضا العديد من مواقع المصائد الأسماك والروبيان. إذا أخذنا القطاع الجبلي هناك العديد من الزراعات مثل البن. زراعة البن تشهد نهضة ونمو كبير في المحافظات الجبلية. نتواجد اليوم هنا في العبسية أعلى قمة في محافظة فيفا، فوق حوالي أكثر من 1800 متر عن سطح البحر. وسط هذه الغابة وهذه المزرعة هنا يسرنا أن نتعرف على هذه المزرعة مع صاحب هذه المزرعة العم حسن المثيبي. رحب بك معنا على قناة الإخبارية عم حسن. ودنا تحدثنا عن هذه المزرعة، متى بدأت في إنشاء هذه المزرعة؟ والله بدأنا في فترة طويلة، ما أقول لك أنها قريب، أكثر من تقريبا 10 سنة. واشتغلنا أولا الأرض، ثم طلبنا شتلات من الهيئة التطوير فيفا وغرسناها، والحمد لله توفقنا وزعنا فيها موزن وفيها بنن وفيها أي حاجة نزرعها تسين الحمد لله. كم عدد أشجار البن في هذه المزرعة؟ وهي تقريبا أكثر من 100 حب البن. الموز يقولها على حسب ما حصيتها. كيف ترى الدعم الحكومي؟ هناك العديد من المبادرات الكثيرة اللي وجدت هنا لدعم المزارعين للتوسع في زراعة البن. هذه المبادرات كيف ترى إسهامها في نهضة زراعة البن هنا في المحافظات الجبلية؟ والله ما قصروا، أعطونا دعم، لكن نحن ما وصلنا للسعر. وعدونا وعد خزانات وموية، الحساب منتظرين إن شاء الله يصل لنا زي ما قالوا، وايتات في كل شهر مادي 2 وخزانات، وإلى الآن لقد وصلنا أي شيء منه. نعم يعطيك العافية عم حسن، شكرا لك. أيضا يسرني أن يكون معي هنا المهندس الزراعي محمد موسى الفيفي، وهو متقاعد من هيئة تطوير وتعمير صندوق التنمية الزراعية. نعم ودي تحدثني وأنت مختص في الزراعة هنا، كيف ترى مستقبل الزراعة هنا في منطقة جازان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المستقبل كما ترون في أمام الكاميرا، الحمد لله يعني الزراعة في اتساع بشكل يومي، وتنوع المحاصيل يزداد، والآن دخلت محاصيل جديدة لم تكن معروفة في السابق، كالجاكو فروت والقشطة الشوكية وحتى الكاكاو، تم زراعتها ونجحت نجاحا باهرا، تفوقت حتى على المزارع في الهند ولله الحمد. أما البن فهذا موطنها أصلا من الأساس، فلا غرابة في نجاحها هنا، فهي عادت إلى موطنها الأصلي. والحمد لله يعني الدعم من جميع الجهات، التطوير، صندوق التنمية الزراعية، مبادرة أرامكو، خزانات مصائد المياه، كل شيء متوفر اللهم لك الحمد. يعني الدولة لم تبخل بأي شيء على المواطن،
نعم، هناك زراعات متعددة وكثيرة في القطاع الجبلي تحديدا، منها نجاح زراعة البن والتوسع في زراعته، وأيضا الموز البلدي، وأيضا هناك الباباي والسفرجل والعديد من الزراعات. لكن الزراعات الحديثة اللي أيضا دخلت عن طريق هيئة تطوير المناطق الجبلية ومحطة التجارب الزراعية، ما هي هذه الأشجار اللي الآن يتم التجارب عليها واللي دخلت ونجحت؟ في تجارب على محاصيل كثيرة، منها كما ذكرنا سابقا الكاكاو، وهناك الصندل، نبات الصندل، بالإضافة إلى الفواكه التي نجحت كالجوافة. وأما الباباي فهو مزروع منذ القدم، كما أن هناك بعض الفواكه الواعدة إن شاء الله تعالى في المستقبل، كبعض أنواع الموز، موز بلون أحمر وموز قصير الساق موجودة الآن وتنتج في المزارع، لأن موز المزروع محليا يعيب طول الساق فيتأثر بالهواء وبالرياح، مع أنه متوسط يعني الطول. قضية منطقة جازان بالعديد من المبادرات والدعم اللامحدود اللي حقق تنمية زراعية كبيرة في المناطق التهامية، على سبيل المثال هناك زراعة المانجو اللي نجح تقريبا 60 صنف من المانجو، وتقريبا العام الماضي كان هناك الانتاج تقريبا 52,000 طن. نعم، ما شاء الله تبارك الله، عندنا أصناف جيدة وممتازة ومتفوقة من نبات المانجو التي تزرع في سهل تهامة، وأيضا نجحت هنا في فيفا، ومحصولها في القطاع الجبلي متأخر عنه في القطاع الساحلي، فلا ينضج إلا بعد انتهاء موسم المانجو في تهامة، فهذه تعتبر ميزة نسبية تميز القطاع الجبلي من المنطقة. وأيضا هناك التين في تهامة نجاح منقطع النظير، بالإضافة إلى الباباي والجوافة والبقوليات، جميع البقوليات والحبوب الموسمية كالذرة الرفيعة والدخن وغيرها. المهندس الزراعي محمد موسى الفيفي، شكرا لك. العفو، حياكم الله، حيا الله قناة الأخبارية المهتمة فينا بشكل دائم. يعطيك العافية. إذن كانت هذه إضاءة عن الزراعة هنا في منطقة جازان، حيث تشتهر منطقة جازان بأنها سلة خبز المملكة. المناطق التهامية تتنوع وتختلف فيها المحاصيل الزراعية عن المناطق الجبلية، تحظى بدعم، وأيضا جميع هذه الزراعات والزراعات الحديثة اللي تم إدخالها المنطقة هي تتم عن طريق بحوث ودراسات من قبل هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية ومحطات التجارب الزراعية، وأيضا مركز الأبحاث الزراعية في جازان التابع لوزارة الزراعة، ضمن الجهود كبيرة من جميع القطاعات، منها أرامكو السعودية وأيضا وزارة الزراعة، ضمن مبادرات عديدة لدعم الزراعة هنا في منطقة جازان. وأخيرا كانت هناك دخول جامعة جازان من خلال مركز الدراسات البحثية للإسهام في تطوير ونمو الزراعة هنا في منطقة جازان. ما شاء الله جازان. تبارك الله. نعم، يعني يعطيك العافية عبد الله الفيفي، وبالفعل جازان تستحق استغلال هذه الموارد البيئية الطبيعية وأيضا القوة الشرائية الموجودة من قبل سيدات ورجال الأعمال في عملية التطوير والمشاركة في عملية التطوير. شكرا جزيلا لك عبد الله. شكرا عبد الله، والله يديم ويزيد الخير.